يعني مش عارفه اتكلم بصراحه. خبر جالي واحنا كنا في المستشفى، كانت رقايه تعبانه شويه بتاخد نفس، بس انا لما شفت احنا عدينا ال 40 مليون حقيقي الفرحه يعني بعيد على فكره احنا اصلا يعني انا قلت الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله ان انا هشوف بنتي يعني كتب لها فرصه. واحنا كمان يا ام رقايه مش لاقيين كلام نقول والله من فرحتنا. النهارده اسعد يوم في مصر كلها، الحمد لله تم انقاذ رقيه وهنوفر لها الدواء، والتبرعات وصلت ل 45 مليون جنيه زياده عن المبلغ المحدد للدواء. زي ما انتم عارفين ان الحقنه بتاعتها كانت محتاجه 40 مليون جنيه علشان عندها ضمور في العضلات، مرض في النخاع الشوكي، كلنا كنا بندعي لها وكلنا ما كناش بننام الليل. جيبك بالسلامه يا حبيبتي يا رب يا رب تتم فرحتها يا رب. يا رب اكبر بخاطرهم يا رب. ايه يا جماعه ربنا كريم يا جماعه، في نصر في نصر النهارده، في نصر كبيره يا رب يا رب. والله وعملوها الرجاله، المصريين دايما جدعان، كتفهم في كتف بعض، بيساندوا بعض. بلاش الصورة السلبية اللي دايما بتتقال على المصريين. الحمد لله بلدنا مش بندبح بعض ولا بنقتل بعض. الحوادث اللي بتحصل دي حوادث فردية، وارد ان هي تحصل في اي مجتمع غربي او شرقي. واديكم شايفين بعيونكم المصريين فرحانين قد ايه. دي في المنطقة بتاعت رقية في العوايد في محافظة اسكندرية، قد ايه هم فرحانين بيها وبيحتفلوا، والعاب ناريه وطلق ناري، ومش قادره اوصف لكم احنا كلنا فرحانين بيها قد ايه. حتى الطلبه في الجامعات اجلوا حفلات التخرج بتاعتهم علشان يتبرعوا بالمبالغ بتاعتها. جامعه اسيوط، كليه الزراعه، وجامعه القاهره اجلوا فرحتهم بالتخرج علشان يساهموا في علاج رقيه. كل اللي ساهم بالدعاء او بالفلوس ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته، وربنا يا رب يبارك في رقية ويخليها لوالدها ولوالدتها ويتمم شفاها ان شاء الله على خير، وتروح تاخد الحقنة ان شاء الله وترجع بألف مليون سلامة. واسيبكم بقى تشوفوا الاحتفالات.
I'm gonna be happy.